السلام عليكم أعزائي طلاب المرحلة الثالثة فرع الأحياء قسم العلوم. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم من مادة علم الحشرات العام هي الرأس وزوائده. الرأس وزوائده Head and its appendages. يتركب رأس الحشرة من عدد من الصفائح تكاد تلتحم بعضها ببعض تماما ليتكون غلافا متماسكا صلبا يعرف بعلبة الرأس، تحمي الأجزاء التي في داخلها وأهمها المخ، ويفصل الرأس عن الصدر جزء غشائي رقيق يعرف بالعنق، ويحمل الرأس زوجا من العيون المركبة وزوجا من قرون الاستشعار، وقد توجد عيون بسيطة كما يحمل أجزاء الفم. أما بالنسبة إلى صندوق الرأس هيد كبسول أعزائي الطلاب، فإنه يتكون من الصفائح الآتية: أولا من السطح العلوي أو الأمامي، أولا قمة الرأس فيرتكس وهي عبارة عن الجزء العلوي من الجمجمة فوق الجبهة، ثانيا الجبهة فرونس وهي المنطقة التي تلي قمة الرأس بين العينين المركبتين، ثالثا الدرقة كلايبس وهي الجزء الضيق الذي يقع أسفل الجبهة مباشرة وتتصل من الأسفل بالشفة العليا، رابعا الشفة العليا لابرم وهي الجزء الذي في الدرقة أو يلي الدرقة مباشرة من الأسفل وتغطي الفكين العلويين من الأمام، خامسا الفكان العلويان المانديبلز وهي زوج من الفكوك على جانبي الشفة العليا، سادسا الوجنة أو الخد التشينا وتشمل كل من المساحة الجانبية أسفل وخلف العينين على كل جانب. أما من السطح السفلي أو الخلفي للرأس فإنه يتكون من الصفائح الآتية: أولا القفا الأوسيبيوت وهو الجزء الذي يصل بين قمة الرأس والرقبة من الخلف، ثانيا الثقب المؤخري الأوسيبتال فورمين وهو الفتحة التي يمر منها المريء والحبل العصبي وتتصل حوافها بالعنق الغشائي الذي يربط الرأس بالصدر، ثالثا الشفة السفلى لابيام وتوجد في وسط مقدمة الرأس من الأسفل وهي تحمل الملامس الشفية، رابعا الفكان السفليان الماكزيلي وهما عبارة عن الجزئين الموجودين على جانبي الشفة السفلى ويحمل كل منهما ملمسا فكيا كما تشاهدون أعزائي الطلاب في الشكلين التاليين: المنظر الأمامي والخلفي لرأس الحشرة، حيث يتألف المنظر الأمامي من صندوق رأس الحشرة وهو يتمثل بالسطح العلوي من قمة الرأس والجبهة والدرقة والشفة العليا والفكان العلويان والوجنة أو الخد. أما المنظر الخلفي أو السطح السفلي أو الخلفي لرأس الحشرة فإنه يتألف من القفا والثقب المؤخري والشفة السفلى والفكيان السفليان. العيون Eyes للحشرات الكاملة عادة يكون لها عيون مركبة وعينات بسيطة ظهرية، إلا أن الأخيرة قد تختفي تماما كما في الحشرات عديمة الأجنحة. أما العيون الجانبية أو العينات الجانبية فتوجد في يرقات الحشرات داخلية الأجنحة فقط، وقد تختزل العيون أو ينعدم وجودها في الحشرات التي تعيش في الظلام مثل الطفيليات الداخلية والنمل الأبيض والقمل القارض والماس. وهنالك تقسيمات لهذه العيون الموجودة في الحشرات أعزائي الطلاب: أولاً العينات البسيطة الظهرية dorsal ocelli
وتوجد في الحشرات الكاملة والحوريات، وعددها عادة 3 ومرتبة في شكل مثلث قاعدته إلى الأعلى، وقد تتواجد كلها في منطقة الجبهة، أو قد تكون الوسطى منها في منطقة الجبهة والجانبيتين بين الجبهة وقمة الرأس، وفي حشرات أخرى كلها في قمة الرأس، وتتركب العين البسيطة من الأجزاء الرئيسية التالية: أولاً القرنية كورنيا، وهي طبقة الجليد الشفافة التي تكون الغطاء الخارجي للعين، ويزداد سمك الجليد فيها ليكون أو ليكون عدسة اللينس محدبة الوجهين تعمل على تركيز الضوء الساقط عليها. ثانياً الطبقة المولدة للقرنية Corneaging Layer، وهي طبقة الخلايا الشفافة التي تقع أسفل القرنية على امتداد خلايا تحت البشرة، وهي مسؤولة عن إفراز مادة القرنية. تاء الشبكية ريتنا، وهي خلايا عصبية حساسة للضوء تتصل كل منها مباشرة مع أحد ألياف العصب البصري. ثاء الخلايا الصبغية Pigmented Cell، وهي خلايا تحمل حبيبات صبغية توجد حول خلايا الشبكيات أو في خلايا الشبكيات نفسها، وهي تعمل على عدم تشديد الأشعة الضوئية خارج العين بل تتركز بداخلها، وتكون العين البسيطة الخارجية أو الظهرية صورة غير واضحة أو غير مميزة للجسم المرئي أسفل الشبكية، أي أن العين البسيطة الظهرية يمكن التمييز بين الضوء والظلام فقط، أو يمكنها التمييز بين الضوء والظلام فقط، كما أنها تعمل على زيادة التنبيه الضوئي للعيون المركبة، حيث أنها تتنبه بأي مصدر ضوئي ولو كان بسيطا، وبعدها تبدأ العيون المركبة في تتبع وتمييز هذا المصدر. ثانيا العينات البسيطة الجانبية أو العيون البسيطة الجانبية لترا، وهي العينات الموجودة في يرقات الحشرات داخلية الأجنحة، وتوجد على جانبي الرأس، ويختلف عددها باختلاف الأنواع وحتى ضمن النوع الواحد، وإن العيون البسيطة الجانبية في طور اليرقة ستكون عيون مركبة في طور الحشرة الكاملة تتشابه مع العينات البسيطة الظهرية، إلا أنها لا تحتوي عادة الحبيبات الصبغية، وتكون هذه العيون صور حقيقية مقلوبة واضحة لجزء من الجسم المرئي، وتقوم اليرقة بتحريك رأسها من جانب لآخر حتى تتمكن من زيادة مجال الرؤية للجسم. ثالثا العيون المركبة Compound Eyes، توجد في الحشرات الكاملة والحوريات، وقد ينعدم وجودها في حشرات القمل القارب والماس والأفراد العقيمة من النمل الأبيض، وتختلف العيون المركبة عن العينات البسيطة بنوعيها في أن قرنيتها مقسمة إلى عديد من الأوجه المنفصلة، في حين أنه لا يوجد سوى واحد لكل قرنية في العينات البسيطة بنوعيها، وتتكون العين المركبة من مجموعة من الوحدات البصرية يختلف عددها ومساحة وشكل أسطحها الخارجية باختلاف الأنواع، ففي أنواع النمل يوجد من 6 إلى 9 وحدات بصرية للعين المركبة، وفي الذبابة المنزلية يصل عددها إلى 400، وفي حرشفية الأجنحة 1700، وفي الرعاشات 28,000 وحدة، ويكون شكل أسطح الوحدات البصرية
سداسي، ولكن عندما يقل عددها تأخذ الشكل الدائري. وتتركب أعزائي الطلاب الوحدة العينية في الحشرات من الأجزاء التالية: أولاً جهاز التركيز دايوبتريك سيستم، ويشمل القرنية والطبقة المولدة للقرنية وخلايا المخروط البلوري. ثانياً جهاز الاستقبال ريسبتيف سيستم، ويشمل خلايا الشبكية، خلايا الإبصار ذات الصبغة، وهي عبارة عن مجموعة من 7 خلايا محببة تمثل الجزء القاعدي للوحدة العينية. ثالثا الجهاز الصبغي بيجمنتري سيستم، ويشمل مجموعتين من الخلايا ذات الصبغة الداكنة. الأولى تعرف بخلايا القزحية الأولية، والتي تحيط بالمخروط البلوري والطبقة المولد أو المولدة للقرنية، والثانية تعرف بخلايا القزحية الثانوية، وهي أطول من السابقة وتحيط بالشبكية وخلايا القزحية الأولية. وإلى هنا أعزائي الطلاب المرحلة الثالثة فرع الأحياء قسم العلوم تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم من مادة علم الحشرات العام، والتي كانت بعنوان الرأس وزوائده. شكرا لكم.